السلام عليكم. انفجارات عديدة هزت الشمال الإيراني صباح هذا اليوم، وكانت هنالك العديد من الأنباء المتضاربة حول ما جرى. هذه الانفجارات كانت قد طالت مدينة غورغان التي تقع في محافظة غولستان هنا في شمال شرق إيران كما تلاحظون، ووكالة رويترز، وكالة فارس الإيرانية والعديد من الوكالات الإيرانية كانت قد نقلت هذه الحادثة وأكدوا تفاصيلها حتى على المستوى الرسمي. وكانت هنالك لقطات لطبيعة هذه الانفجارات التي جاءت طبعا بهذا الشكل المفاجئ على مدينة غورغان، لم يتوقع أحد هذه الانفجارات. بل أيضا كانت هنالك لقطات كما تلاحظون وكما وثقتها وكالة التسنيم الإيرانية لأشلاء الأجسام التي سقطت بهذه الطريقة وأدت إلى هذا الانفجار الكبير. البعض وأولى الأنباء في بادئ الأمر تحدثوا بأن طائرة مسيرة قد سقطت في هذه المنطقة، بعد ذلك تحولت إلى 8 طائرات مسيرة هي التي هاجمت هذه المنطقة، ولكن بعد ذلك تغيرت القصة وقالوا بأن ما ترونه هنا هو عبارة عن صاروخ. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة على هذه الأشلاء التي تحدثوا عنها بأنها تابعة لصاروخ، يتشبه نوعا ما أشلاء لصواريخ سبق الكشف عنها بهذه الطريقة على المستوى الدولي سابقا. وهذا النوع من الصواريخ كما تلاحظون هو عادة من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل، أي إنه قد يكون صاروخ إيراني هجومي هو الذي سقط على مدينة غورغان التي نتحدث عنها. وجسد هذا الصاروخ كان واضحا وفي مدينة غورغان كما نشر اليوم بالقرب من المدينة في إحدى النقاط المزروعة أو في الغابات القريبة عند المرتفعات هو سقط. وطبعا كانت هنالك أيضا أشلاء أخرى أو ذخائر كما تلاحظون يحملوها أو يحملها هذا الرجل ورجل الأمن كما تلاحظون بهذا الشكل، منتشرة في كل مكان هذه الذخائر هنا وكذلك هنا في العديد من النقاط، حيث أن الناس بشكل عام والمدنيين سمعوا 8 انفجارات قد طالت المدينة بشكل عام. وطبعا مثل هذه الذخائر هي موجودة في نوعية هذه الصواريخ، مثل نوعية صواريخ زلزال تحديدا التي عادة ما تحمل الذخائر العنقودية بهذا الشكل عندما تحاول الوصول إلى هدفها. قبل الوصول لهدفها طبعا تطلق الذخائر العنقودية، ولهذا نحن لاحظنا هذه الانفجارات، وهذا يفسر لماذا جاءت الانفجارات متعددة بهذا الشكل الكبير. وبالتالي هي ليست طائرات مسيرة لا أبدا، بل هو صاروخ يحمل ذخائر عنقودية فجأة سقط في هذه المنطقة. كل شيء واضح من حجم الذخائر العنقودية متطابقة تماما كما تلاحظون. وأساسا بعض المواقع المهمة مثل الإيران ديفنس قالت بأن الصاروخ الذي استخدم هو ليس صاروخ زلزال لا أبدا، بل تحدثوا بأن الأشلاء الخاصة بهذا الصاروخ هي قد تكون تابعة لصاروخ مختلف. وزارة الدفاع الإيرانية وتحديدا المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية كان له عدد من التصريحات التي نوعا ما وضحت ما جرى، وقال الآتي: ما حدث في غورغان كان نتيجة سقوط منظومة للدفاع الجوي تحت الاختبار. وأضاف الآتي: أثناء عملية اختبارات الطائرات بدون طيار والأنظمة الهجومية في الصحراء، تعرض أحد الأنظمة لعطل مما أدى إلى سقوطه في محيط مدينة غورغان. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة على القمر الصناعي أو هذه الصورة الجوية التي ترونها، فهذه هي طهران وإلى شرقها تقريبا في هذه المنطقة وهنا غورغان تحديدا. دعونا نقترب منها. حدثت هذه الحادثة ويتحدث عن اختبارات كانت تجري في الصحراء، هي مسألة طبعا مثيرة للغاية. وبالتالي إذا ما توقفنا عند هذه النقطة تحديدا، فسنلاحظ بأننا أمام مدينة سمنان، وهذه المدينة في العادة يتم منها اختبار الصواريخ. وكذلك سنلاحظ بأن هذه مدينة أخرى وهي مدينة غورغان التي تحدثنا عنها، وبعض النقاط الأخرى الموجودة من المدن الصغيرة التي عادة ما تقوم إيران ببعض المناورات الصحراوية في هذه المناطق. وبالتالي هنا نلاحظ بأن من المحتمل ما يتحدث عنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية عن هذه المنطقة من الصحراء أو هذه المنطقة التي تلاحظونها، وهذه هي أيضا مدينة شاهرود التي ترونها هنا. وبالتالي بالنسبة لما تحدث عنه بأن هنالك اختبارات لطائرات مسيرة قد تكون هنا قد تكون هنا، وأيضا في نفس الوقت هو تحدث عن منظومات دفاعية وأيضا
عن الصاروخ الذي رأيناه الآن، ألا وهو على ما يبدو بأنه صاروخ هجومي يستخدم طبعا الذخائر العنقودية، وبالتالي هو يقول بأن كان هنالك فشلا في إطلاق هذا الصاروخ أو في اختبار هذا الصاروخ، وأدى هذا الصاروخ وسقط على هذه المدينة التي تحدثنا عنها وأدى إلى ما أدى إليه إلى لهذه الأضرار. بالتالي على مستوى الرسمي إيران تقول بأنه فشل لاختبار إحدى الصواريخ، لكن هنالك بعض الملاحظات التي تثير العديد من علامات التعجب والاستفهام حول ما جرى. فإيران لم تعلن عن هذه الاختبارات، لم تبلغ أحدا بأن هنالك اختبار للصواريخ يجري في وضح النهار في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ذلك إلى أن المسؤولين الموجودين في محافظة غولستان لم كان لديهم العديد من التخبط في التصريحات، وتحدثوا في بادئ الأمر كما تحدثنا في البداية بأن طائرة مسيرة أو عدد من الطائرات المسيرة سقطت في هذه المدينة، وبعد ذلك تغيرت القصة وبدأنا نتحدث عن صاروخ عنقودي. أيضا في نفس الوقت بأن هذا الصاروخ لو فشل في عملية الاختبار بهذه الطريقة فكان بالإمكان أن يضبطوا هذه المسألة وأن يمنعوا هذا الصاروخ من الوصول إلى هذه المدينة باستخدام طبعا المنظومات الدفاعية التي يمتلكونها في هذه المنطقة لاعتراض هذا الصاروخ، أو على أقل تقدير إيجاد بعض السلامة والأمان التي عادة ما يتبعونها عند القيام بأي عملية عسكرية، بحيث يبعدون مثل هذه الاختبارات العسكرية يبعدوها عن المدن المدنية وغيرها، وبالتالي كل شيء يثير الشبهات حول ما جرى رغم الإعلان الرسمي الذي جاء من وزارة الدفاع الإيرانية. وما هو مثير للجدل في هذه القضية إن هذا الفشل في اختبار هذا الصاروخ يأتي بعد أيام، بعد أقل من 20 يوما، تقريبا بعد 19 يوما من إعلان إيران بأنها تمكنت من إحباط أكبر محاولة تخريبية لقطاع الصواريخ والفضاء لديها من جانب إسرائيل، واتهمت الموساد الإسرائيلي بأنه كان يخطط لعملية تخريبية خطيرة ضد البرنامج الصاروخي الإيراني. وما تحدثوا عنه هنا ببساطة قالوا بأن الموساد الإسرائيلي كان يريد إدخال قطع أو بيع قطع أو تركيب قطع خاصة بالصواريخ الإيرانية من شأنها أن تحول هذا الصاروخ إلى عبوة ناسفة، وبالتالي هي ستهدد المنشآت الصاروخية الخاصة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وبالتالي يركبون الصاروخ بشكل طبيعي، قطعة طبيعية تابعة لهذا الصاروخ، ولكن فجأة يقوم الموساد الإسرائيلي وإسرائيل بتفجير طبعا هذه المصانع وهذه الصواريخ، بالتالي ستقتل كل من هو موجود من علماء، من عاملين، من بنى تحتية خاصة بالصواريخ الإيرانية التي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة للأمن القومي الإيراني بكل تأكيد. ولكن أيضا في نفس الوقت بأن هذه الأجزاء من الممكن أن تعطل هذه الصواريخ وتجعلها تقع في أخطاء مثل الخطأ الذي وقع في مدينة غورغان، وهو أمر أيضا ذكر في هذه طبعا التفاصيل من خلال الحديث عن هذه العملية التخريبية الإسرائيلية بكل تأكيد. المثير بهذه المسألة بأن ذا كريدل أثناء الإعلان عن هذه العملية وإحباط هذه العملية الإسرائيلية من قبل إيران، جاء ذا كريدل لتشير بأن العملية الإسرائيلية تأتي ونحن على مقربة من الذكرى السنوية لتظاهرات مهسا أميني التي انطلقت العام الماضي، وفعلا الآن وصلنا في اليومين الماضيين إلى الذكرى السنوية لتظاهرات مهسا أميني وهي تتصاعد شيئا فشيئا. وبالتالي ذا كريدل هنا تريد الإشارة إلى مسألة مهمة بأن إسرائيل تخطط لزيادة السخط لدى الناس الموجودين ولدى المتظاهرين في الداخل من خلال تحقيق مثل هذه الانفجارات التي جرت. ولا بد من الانتباه إلى أن مدينة غورغان التي نتحدث عنها اليوم والتي سقط عليها الصاروخ فالعام الماضي هي كانت إحدى المدن التي اندلعت فيها التظاهرات وشاركت في تظاهرات طبعا مهسا أميني، تحدثت حتى الإيران انترناشنال وذكرت هنا كما تلاحظ غورغان في غولستان التي تحدثنا عنها هي أيضا كانت من المدن المتظاهرة. وهنا لا نريد الإشارة بأن إيران والنظام الإيراني ضرب هذه المدينة بسبب أنها مدينة متظاهرة، لا أبدا، بل قد يكون نوع من الأعمال التخريبية الإسرائيلية التي أدت في نهاية المطاف على سقوطها على هذه المدينة، مما يزيد سخط هؤلاء المتظاهرين في الداخل بأنكم أيها الإيرانيون ويا أيها النظام الإيراني تصرفون الأموال على السلاح وعلى كل القصص ضد إسرائيل
ولا تهتمون بالشعب الإيراني. المثير بهذه المسألة أيضا بأن هذه الحادثة التي نتحدث عنها تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات شهدناها لرئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع في جامعة رايخمان في تل أبيب. كانت له العديد من التصريحات، منها ما هو مرتبط بالبرنامج الصاروخي الإيراني وارتباطه بروسيا، وبأنهم أحبطوا عملية تحريك للصواريخ من إيران إلى روسيا. وأيضا في نفس الوقت هو تحدث عن مسألة خطيرة، ألا وهي بأنهم يريدون استهداف العمق الإيراني وعمق طهران بشكل مباشر. ولاحظ في 11 من سبتمبر، لم يكن هذا التاريخ بعيدا أبدا، نتحدث عن أسبوع من التصريحات طبعا التي صدرت من بارنياع، وقال الآتي: نحن نعلم أن الإيرانيين كانت لديهم نية أن يبيعوا لروسيا ليس طائرات مسيرة فقط، وإنما صواريخ قصيرة وبعيدة المدى كذلك، وهي صفقة تم إحباطها. وأضاف أيضا: ستلاحق إسرائيل العملاء المتورطين في هذه الأنشطة. هنا يقصد ما تبحث عنه إيران من اغتيالات للإسرائيليين حول العالم، وكذلك القادة الذين أرسلوهم، وسيتم جباية ثمن ذلك في عمق إيران بل في قلب طهران. وإسرائيل لابد من الانتباه، هي منزعجة من الكثير من الصفقات الآن التي تأتي في مصلحة إيران، الصفقات التي تأتي طبعا بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. فاليوم ونحن نتحدث عن هذا الصاروخ الذي سقط على مدينة غورغان صباح هذا اليوم، تم بنجاح وتمت بنجاح تسليم 6 مليارات دولار لإيران، وتم تبادل الأسرى الأمريكيين مع الإيرانيين، وكل شيء تم بنجاح كبير للغاية بوساطة قطرية. وهذه الصفقة إسرائيل غير معجبة بها أبدا، وهي غير داعمة لها أبدا، بل في اليومين الماضيين الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت بأن إيران أبلغتها بسحب التراخيص من عدد من المفتشين المهمين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ممن هم مختصين في عمليات التفتيش النووية الموجودة في داخل الإيراني. وطبعا هذا الأمر هو الذي أزعج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وضح وقال بعد هذا التحرك الإيراني بأننا سنفعل ما بوسعنا، وإذا كان هنالك أي شيء ضروري سنقوم بحماية أنفسنا بالطريقة التي نراها من أي تهديد ممكن أن نتعرض له. وجاء هذا الانفجار الغامض للغاية. بالتالي على الرغم من أن على المستوى الرسمي الحديث بأنه كان عبارة عن تجربة أو خطأ للتجربة، إلا أن شبهات دخول إسرائيل في هذه المسألة حاضرة وحاضرة للغاية.